الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد،
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقب وما أدريك ما العقب فك رقب أم إطعام في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا وتواصوا بالمرحم أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأم عليهم نار موصد الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها